فهاد الزمان قد ما كنتي خايب غادي يحبوك، وقد ما كنتي زوين غادي ينافقوك وغادي يضروك. الناس كيحبوا الشخص الطيب، ولكن ما كيديروش بحسابه وما كيديروش ليه قيمة، وكيكرهوا الشخص الخايب والمنافق واللي عنده جوج ديال الوجوه والصارم في تصرفاته، ولكن كيفكروا ليه ألف مرة ومرة وكيعطيه قيمة وكيضربوا ليه الحساب.